ثم ننتقل إلى ما يسمى بالسجع، يبقى من الجناس إلى السجع. اتفاق أواخر الجمل في الحروف، ويضيف السجع إلى الكلام إيقاعا صوتيا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أين نجد السجع في هذا الحديث؟ كلمة البلاء، الشقاء، القضاء، الأعداء، نهاية كل جملة بكلمة تنتهي بالألف والهمزة الممدودة، ودي فيها سجع. قال أحد الكتاب عن الكتابة: من أشرف الوظائف والمناصب ومن أرفع المنازل والمراتب، أفلح صناعة وأربح بضاعة. شوف كده كلمة إيه؟ وظائف، مناصب، منازل، مراتب، صناعة، بضاعة. تجد سجع في نطق الكلمات، ولكن السجع الأقوى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أقوى وأجمل وأوضح في الأسلوب، وسنتعرض لنماذج من السجع إن شاء الله. بعد السجع التوازن. ما المقصود بالتوازن؟ بنستخدم جمل متساوية متقاربة في الطول، فالشعر يقوم أساسا على الوزن، توازن. أما النثر فإنه لا يلتزم بالوزن، ولكن الأديب قد يحاول استخدام جملا متساوية الأطوال. عندنا وصف الجاحظ الكتاب بقوله، يصف كتاب يقول: الكتاب نعم الذخري، نعم الذخري والعقدة، ونعم الجليس والعدة، ونعم الأنيس لساعة الوحدة، والكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي ظرفا، وإناء شحن مزاحا وجدا. إن شئت كان أبين من سحبان وائل، وإن شئت كان أعيا من باقل. كلمات فيها توازن، هتجد الجمل متوازن. الكتاب نعم الذخر، والعقدة، ونعم الجليس والعدة، هتجد كلمات وتجد جمل متوازنة في الطول. ده اسمه التوازن، برضو بيحدث في النفس إثارة للتفكر، أيضا بيعطي ما يسمى بالجرس الموسيقي. تجد لبعض الأصوات في الخطب جرس موسيقي، ولذلك هناك خطيب من الممكن ان هو يشعر الناس في الخطبة بتاعته، وهناك خطيب ينصرف عنه الناس بأذهانهم وأفكارهم.